لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان. وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. ثم الآية الأخيرة تبين بعض ما نال هؤلاء بسبب فسقهم كما سيأتي. هذه الآية قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إثبات خيرية هذه الأمة وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، ثم ذكرت مسوغات وأسباب ذلك كما بينا هنا، فقال أنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ذلك أن هذه الأسباب بقدر وجودها في هذه الأمة تكون الخيرية، فإذا تخلفت وإذا تركت نال الأمة من الذل والهوان ما ينالها بسبب التفريط في هذه الأسباب. وذلك أيضا أن الإنسان يسعى في تكميل نفسه وتكميل غيره، تكميل نفسه بالإيمان بالله تعالى والقيام بحقوق هذا الإيمان، وتكميل غيره بدعوته إلى الله ونصحه كما ذكر الله عز وجل ذلك في غير ما آية في القرآن، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تكميل النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا في تكميل الغير ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول مما يستفاد من هذه الآية أن الخيرية تحصل للعبد بثلاثة أمور، حتى نحاسب أنفسنا لأننا من هذه الأمة بحمد الله تعالى، لكن ليس كل الناس تتوفر فيهم هذه الصفات. الأول الإيمان بالله كما أوجب الله على العبد،
والإيمان إنما يتحصل بالعلم، أن يدرس الإنسان الإيمان كما جاء في الكتاب والسنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذه الأركان لا يستوي الناس فيها، وبقدر ما يكون هذا التفاوت يكون أثرهم في الحياة، وتكون قبل ذلك يكون ثوابهم والحسنات التي يؤتونها. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان إذا حصل الخير فإنه لا يرضى أن يكون ذلك قاصرا على نفسه، لأنه يدعو لإخوانه في الفاتحة بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم، ولم يكن اهدني. فهذا يدل على أنها أمة جسد واحد، فيريد لنفسه الخير ويريد لإخوانه كذلك. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالأمر بالمعروف، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهي مسؤولية الجميع على قدر الولاية التي تكون للإنسان والقدرة والعجز كما بيّن أهل العلم. وإذا تخلف ذلك فهذا خطر أن يحل على الأمة العقاب. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا عاما أو عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، كما رواه أحمد والترمذي بسند حسن. لذلك إذا ظهرت هذه الشعائر في الأمة وأخذ المسلمون بها تغير حالها بإذن الله تعالى. وكأن الآية التي بعدها تحدثنا عن أهل الكتاب، لأنهم أهملوا هذه الشعيرة وفسقوا عن أوامر الله عز وجل، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي معنا غدا، ونبين بعض أوصافهم بإذن الله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.